أبدأ بشكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والبرامج المشتركة في تنظيم هذه الورشة الهامة، وأشكر الدكتور ميداني على التقديم وعلى دعوتي للحديث. واقع الأمر أشكر الحضور، لم أتوقع حضورا بهذا العدد. هذه أيام صعبة للمتحدثين عن قضايا حقوق الإنسان والحريات في مصر، وعندما أأتي إلى قاعة وأجد هذا العدد الكبير نسبيا من الحضور فهذه مسألة مشجعة. أشكر أيضا الحضور من الأقطار العربية المختلفة، لأني من الذين يؤمنون أن هذه لحظة لتجديد التضامن العربي في ظل هجمة شرسة بتتعرض لها أجندة الحقوق والحريات ليس في مصر فقط ولكن في الكثير من الحالات العربية. وأحد التحديات الرئيسية المطروحة علينا الآن هو تجديد التضامن العربي والبحث عن مساحات جديدة للفعل وللعمل وللتضامن في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، وهي غير قاصرة على مصر وغير قاصرة على حالات فردية. فأشكركم على الحضور. الموضوع الذي أريد أن أتحدث به هو المتعلق بالتحديات التي يفرضها الواقع المجتمعي، وأنا أستخدم هذه العبارة لكي أشير إلى مجموعة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، التحديات التي يفرضها الواقع المجتمعي على أجندة حقوق الإنسان والحريات، على الحركة الحقوقية في العالم العربي، وعلى المتعاطفين مع هذه الحركة ومع العاملين داخل المنظمات والشبكات المختلفة من أكاديميين وقانونيين ونشطاء. وأنا أريد أن أتعرض بصورة سريعة وفي حدود الوقت المتاح، أريد أن أتعرض لخمس تحديات رئيسية. التحدي الأول، وأنا أسميه تحدي الاقتراب اليومي من المواطن، وأنا هنا أنطلق من الحالة المصرية ولا أريد التعميم بعيدا عن الحالة المصرية، وأتمنى على الحضور من الأقطار العربية الأخرى أن يشترك معنا بالنقاش حول هذا الأمر. هناك تحدي أول أنا أسميه في الحالة المصرية تحدي الاقتراب اليومي من المواطن. أجندة الحقوق والحريات في مصر بعد 3 سنوات من ثورة يناير 2011، وهي لم تبدأ معها بكل تأكيد، لم تبدأ الأجندة مع ثورة يناير، بل كانت من العوامل التي دفعت لحدوث هذه الثورة. أجندة الحقوق والحريات 3 سنوات بعد 25 يناير 2011، اللحظة التي نتحدث بها، أجندة تعود مجدداً إلى مربع مواجهة خطاب منظم جداً، هو خطاب رسمي وغير رسمي، هو خطاب من دوائر الحكم والسلطة، هو خطاب من النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة مع الحكم والسلطة، بيدعي أن خطاب حقوق الإنسان، أن أجندة حقوق الإنسان والحريات هي أجندة نخبوية، هي أجندة لا شأن لها إلا بقضايا الحريات الشخصية والمدنية والسياسية، هي أجندة لا تعرف كيف تتعامل مع هموم الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. وهذا أمر بيفرض علينا إدراكاً لحقيقة إن الحركة العربية لحقوق الإنسان والحركة المصرية لحقوق الإنسان أبداً لم تكن قاصرة على قضايا الحريات المدنية والشخصية والسياسية، بل تناولت القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وأنا استمعت إلى جزء من مداخلة الصديق العزيز الأستاذ خالد علي في الجلسة الأولى، وأشار إلى النضال المستمر للحركة الحقوقية المصرية على مستويات ذات صلة وثيقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، بحقوق العمال، بحقوق المهمشين، بحقوق الفقراء، بقضايا الشفافية، بقضايا الفساد في المنصب العام والمنصب الخاص وغير ذلك من أمور. ولكننا في هذه اللحظة بعد 3 سنوات بنواجه خطاب بيروج له بانتظام بيدعي أن الحركة المصرية حقوق الإنسان هي حركة منبتة الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، هي حركة ليست بالمعنية بالهموم المعيشية للناس.
والتحدي الأول هو كيف نتجاوز هذا. وأنا أزعم أن التجاوز لن يكون بتجديد ذات الخطاب الذي أنتجناه أو تم إنتاجه خلال السنوات الماضية وقبل 2011 في مصر وقبل 2010-2011 في عموم العالم العربي. لابد أن يأتي الرد بصورة مختلفة، لابد من التفكير بصورة منظمة في برامج جديدة للتوعية، للتثقيف، للعمل اليومي مع الناس، بمزج بين أجندة هموم اقتصادية واجتماعية ومعيشية وبين أجندة تنتصر للحقوق وللحريات المدنية والشخصية والسياسية. لابد من إعادة الرابطة الإيجابية بين الأمرين، لأن تفكيك هذه الرابطة الإيجابية الذي تم في مصر وتم في مصر بعمل منظم، أكرر هذا، خلال الأشهر الماضية هو الذي مكن من إعادة الترويج للمقايضة السلطوية مرة أخرى. الخبز والأمن قبل الحرية، الخبز والأمن، وليس كشيء يأتي مع الحرية بل كبديل للحرية، أو التعامل التأجيلي مع ملفات الحقوق والحريات بصيغة أقرب من الخمسينيات والستينيات في مصر. علينا أن نقف ونلتفت إلى شعبية هذا الخطاب، إلى الرواج الذي يلقاه، لأن المقايضة السلطوية لا تفرض بأدوات قمعية فقط، لها أدوات قمعية تستخدمها. جميعا نتعرض لحملات تخوين وتشويه مستمرة، ولكن الأمر ليس بهذا فقط، ليس بالقمع وبالتخوين والتشويه فقط، بل أن هناك رواج حقيقي للمقايضة السلطوية، الخبز والأمن قبل الحرية، من زاوية فك الرابطة الإيجابية بين العناصر الاقتصادية والاجتماعية وبين الهموم السياسية. والغريب أن هذا يأتي بعد ثورة كان في شعارتها الرئيسية مزج حقيقي وواضح وشعبي دون مشاركة من النخب للأمرين، للأجندة الاقتصادية والاجتماعية وللقضايا السياسية. فالتحدي الأول هو التفكير بصورة منظمة بجانب المواصلة إنتاج الخطاب، بجانب الأعمال المنشورة، بجانب المؤتمرات، بجانب ورش العمل. التحدي الأول هو أن نقترب يوميا من المواطن بصورة تستعيد بعض الثقة في إمكانية الرابطة الإيجابية بين الأمرين. التحدي الثاني أيضا انطلاقا من الحالة المصرية هو تحدي التفكير بصورة منظمة في تجاوز مأزق الثنائية الزائفة التي طرحت، وهي طرحت في أروقة عربية مختلفة وتطرح في مصر بقوة هذه الأيام، ولكن لها امتدادات تعود إلى الوراء قبل 2011 وبعد 2011 مباشرة. الثنائية الزائفة التي تدعي أن الشعوب في هذه الحالة الشعب المصري أمام خيار رئيسي بين الدفاع عن تماسك الدولة، تماسك المجتمع، تماسك الوطن، دحر الإرهاب، مواجهة العنف، وبين استمرار ومواصلة الحديث عن حقوق وحريات تعود على الأمور الأولى بالسلب. هذه ثنائية زائفة تم تركيبها بصورة أقرب ما تكون إلى فشية بوش في الولايات المتحدة الأمريكية بين 2000 و2008. من ليس معنا فهو ضدنا، إما أو، إما أن تكون مع الدفاع عن تماسك الدولة الوطنية والمجتمع ومواجهة الإرهاب ومواجهة العنف، وإما أن تتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان وضمانات سيادة القانون، وأنت هنا تضر بالمصالح الأولى. هذه الثنائية الزائفة تستدعي المواجهة، ومرة أخرى المواجهة لابد أن تكون بتسمية الأمور بمسمياتها. هذه ثنائية فاشية تقترح على الناس في مصر أنها إما أن نكون مع تماسك دولة ومجتمع، ويعرف التماسك من يدير الأمر، طبعا لا نشترك نحن لا كأكاديميين ولا كحقوقيين ولا كمجتمع مدني ولا حركات احتجاجية في التعريف. التعريف تعريف سلطوي أحادي يأتي من أعلى إلى أسفل، ويحتكر الحديث باسم الوطنية، يحتكر الحديث باسم تماسك الدولة والمجتمع، ويستدعي الخبرات الإقليمية المريرة المحيطة بنا في مصر الآن. انظر غربا إلى ليبيا، انظر شرقا إلى سوريا، يستدعي الخبرات الإقليمية بصورة منظمة للضغط على هذه الأوتار، للعزف على هذه الأوتار في مخيلة الناس. وبيستدعي بالمناسبة أيضا في الحالة المصرية رومانسية الخمسينيات والستينيات، يعني لتصمتوا جميعا هذه لحظة خطر، لتصمتوا جميعا لا صوت يعلو فوق صوت كذا، وصوت كذا دائما يأتي من أعلى ولا علاقة لنا نحن به. تفكيك هذه الثنائية الزائفة تحدي ثاني، وأنا أزعم أن التفكيك لابد أن يتم بانفتاح الحركة الحقوقية على المساحات الإعلامية البديلة. ليس بكاف أن نتحدث في ورشة عمل لمدة يومين أو ثلاثة أيام،
ليس بكاف أن نبحث عن منافذ في الإعلام الرسمي أو الخاص في الحالة المصرية، لأن هذا الإعلام الرسمي والخاص، الإعلام التلفزيوني والصحفي، بات يعني في لحظة سيطرة للخطاب الواحد وللرأي الواحد. وعندما يتم استدعاء الرأي الآخر، أنا أشبه الأمر بعندما يستدعى، يعني تستدعى كائنات ضعيفة للغول، لكيان أسطوري، لوحش، لكي يلتهم هذه الكيانات الضعيفة. أنت يتم استدعائك على إطار علاقة قوة لم تعرفها، يعني كما نقول بالعامية المصرية خسرانة خسرانة. فالخروج من هذا الاستدعاء السلطوي للمساحات المسيطر عليها سلفاً من جهة هذا الكائن الأسطوري، سواء أسمينا هذا الكائن الأسطوري الدولة الأمنية، المكون العسكري الأمني، شبكات المصالح عامة وخاصة بالمناسبة، وهي شبكات ممتدة تتجاوز مساحة السياسة وتتجاوز مساحة مؤسسات الدولة إلى نخب اقتصادية ومالية وإعلامية نافذة، تجاوز هذا بالانفتاح على مساحات إعلامية بديلة. أنا أشعر أن هناك إمكانيات كثيرة بتوظفها الحركات الحقوقية في أقاليم مختلفة من العالم لم نوظفها نحن بعد. وأعتقد أن دراسة منظمة لحالات كثيرة في أمريكا اللاتينية ولحالات في بعض الدول الأفريقية والأسيوية هو أمر مطلوب، أن ننفتح على هذه المساحات البديلة. بمعنى، وأنا يعني لست من المنتمين للفكر اليساري، ولكن أشعر بأهمية استخدام المفهوم وفكرة الهيمنة والهيمنة البديلة، يعني بالأفكار، أفكار أنطونيو جرامشي. نحن نحتاج لصناعة مساحة بديلة، ليس بالمشاركة في المساحة التي تهيمن عليها القوى النافذة. المنافسة الآن محدودة، المنافسة الآن هي أشبه بإلقاء الكائنات الضعيفة للغول أو للوحش لكي يلتهمها. فصناعة هيمنة بديلة مسألة هامة. فتفكيك الثنائية الزائفة التي توظف تماسك الدولة الوطنية والمجتمع لتمرير انتهاكات حقوق الإنسان، لتمرير عودة الحكم الفردي، لتمرير العصر بسيادة القانون، وإما أنت مع مواجهة الحرب والإرهاب أو الحرب على الإرهاب بالصيغة الفاشية التي كانت معنا في الولايات المتحدة الأمريكية بين 2000 و2008 وتعود الآن تستنسخ في الحالات العربية، أو أنت إما أنت معها أو أنت من المغضوب عليهم بالمعنى المجتمعي. مسألة ثالثة في التحديات التي يفرضها الواقع، وأنا أعتقد وهنا أنا أنطلق من خبرة شخصية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولكن أيضا من قراءة للحالة المصرية، أعتقد أن علينا إعادة النظر مرة أخرى كمدافعين، كأكاديميين، ككتاب، كنشطاء ينتسبون للحركة العربية المدافعة عن حقوق الإنسان، علينا إعادة النظر مرة أخرى في سلم الأولويات على مستوى ثنائية الإقليمي والوطني. هناك حالة في مصر أنا لا أعلم، وهذا من بين تداعيات هذه الحالة، هناك حالة من الانكفاء على الذات في مصر منذ 2011 وإلى الآن. نحن لا ننظر حولنا، يعني بيتم الاستدعاء الشمولي أو الاستدعاء السلطوي للسيناريوهات الكارثية الإقليمية لتمرير الخطاب الذي كنت أتحدث عنه، الذي يخير المواطن إما تدافع عن تماسك الدولة والمجتمع، أو أنت إن كنت تتحدث بلغة حقوق الإنسان فأنت من العملاء والخونة إلى آخره. ولكن بعيدا عن هذا الاستدعاء السلطوي، من هم داخل المساحة المهتمة بالحقوق والحريات المدنية والشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ حدث لهم ما يشبه الانكفاء على الذات. نحن عرفنا سلم أولويات خلال السنوات الثلاثة الماضية لصيق الارتباط، إن لم يكن فقط مرتبط بالحالة المصرية، بالتحديات المصرية، وافتقدنا البعد العربي، وافتقدنا البعد الإقليمي. وأنا أزعم أننا نفعل هذا في لحظة التنسيق فيها بها بين النخب ونظم الحكم السلطوية العربية في أعلى مراحله. يعني الغريب إن في الثمانينيات والتسعينيات وفي العقد الأول من الألفية الجديدة قبل 2011 كانت الحركة الحقوقية العربية بتتحرك بصورة إقليمية أفضل بكثير من الآن. الآن الحالة المصرية بها انكفاء على الذات، ننكفئ نحن على الذات، بينما من يحكم ينسق إقليميا وينفتح إقليميا على دوائر كثيرة جدا، وتتغير العناوين وتتغير العواصم وتتغير محطات الدعم إلى آخره. ولكن الحقيقة أن هناك تنسيق، أن هناك نادي
للشمولية وللسلطوية العربية بصياغات مختلفة. يعني من يحب أن يخفف من مفرداتي فيقول الديمقراطيات المقيدة، التعدديات المقيدة فليفعل، ولكنه نادي للديكتاتورية، للشمولية، للسلطوية العربية. هذا النادي يحدث ونحن في لحظة انكفاء على الذات لا ننظر إلى القضايا الإقليمية. أنا يؤسفني وأشعر بأسف إن لم نعد نهتم في مصر بالقضايا، بل بالقضية التي هي في جوارنا المباشر، قضية فلسطين. بل إن استدعاء قضية فلسطين في المساحة العامة المصرية بات مسيطرا عليه بالكامل من جانب النظرة، إما النظرة الشوفينية التي ترى في الجوار العربي غير المانح، غير الداعم ماليا، جوار للأعداء، جوار للمتآمرين، جوار لمن لا ينبغي أن نفتح لهم المجال، أو تتجاهل الأمر. فمجرد الحديث عن أوضاع الإنسانية في قطاع غزة، عن قضية فلسطين، بات من الأمور التي لا يريد أحد أن يتحدث عنها. نتجاهل ونترك الأمر للشوفينية في أسوأ تجلياتها. فيتم استدعاء مرة أخرى الفلسطينيين، السوريين، بل الإشارة أيضا إلى من بحثوا عن اللجوء الآمن في مصر. يتم استدعاء كل الجوار العربي غير المانح، أي الجوار العربي غير الخليجي، بالصيغة الشوفينية: أنتم من غير المرحب بهم، أنتم من مصادر التهديد، أنتم من مصادر كذا وكذا، وينتج خطاب شوفيني ونحن لا نواجه الأمر. إلا عندما تصل الأمور يعني إلى درك أسفل فنتحدث عن انتهاكات حقوق إنسان تطول الأسر السورية الموجودة هنا في مصر، وعن ترحيل و و و لابد من إعادة الاعتبار لتوازن بين القضايا الداخلية. وأنا أزعم أن الأمر لن يتعلق بمصر فقط، ولكن لأني أتحدث انطلاقا من الحالة المصرية، لابد من إعادة الاعتبار لتوازن بين القضايا الداخلية وبين القضايا الإقليمية. فلسطين، الأوضاع في سوريا، الأوضاع في العراق، الأوضاع في ليبيا، بعيدا عن أن نذهب إلى مصيدة الخطاب الأمني، الأمنقراطية كما أقول، لأن هذا الخطاب في الأساس لا يفعل إلا الاستبعاد والإقصاء، ثم يستدعي بالصورة التي تمكن من تمرير الثنائية الزائفة، إما ندافع عن ذاتنا أو نحن نتعرض لمخاطر ومؤامرات كبرى. والأمر يتعلق بفلسطين، بسوريا، بالعراق، بليبيا، بالسودان، بقضايا كبرى وبقضايا صغرى. هناك مواطنة سودانية حكم عليها بالإعدام. أنا أدعو غير المصريين من الذين هم معنا الآن إلى مطالعة صفحات الرأي في الصحف المصرية المملوكة للحكومة، يفترض أن تكون مملوكة للشعب، والصحف الخاصة، ليبحثوا عن مقالة رأي واحدة عن الأمر. أنا وقعت مع عدد من الحاضرين في هذه القاعة وعدد من الكتاب على بيان ضد الإعدام، ضد عقوبة الإعدام. كان هذا الأمر منذ أسبوعين. انظروا إلى كيف تم التعامل بالمناسبة من جهة الأصوات اللصيقة بمن يحكم وبالترتيبات السلطوية، وأيضا من جهة اليمين الديني، كيف تم التعامل مع توقيعنا على بيان ضد الإعدام في هذه اللحظة، ومن قبل اليمين الديني في اللحظة التي نمر بها ويمرون هم بها، أو بعض فصائلهم تمر بها، فيستدعون ذات الخطاب المكفر لكل حديث عن حقوق الإنسان والاستقواء بالخارج وكل هذه الرطانة التي عهدناها طويلا. فإعادة الاعتبار لثنائية الوطني والإقليمي مسألة هامة. التحدي الرابع هو التحدي المرتبط ب يعني ما أسميه التفكير في أشكال تنظيمية جديدة. وأنا لا أريد أن أعيد إنتاج النقد الذاتي الذي قرأت عنه كثيراً، وأعتقد من بين الحضور من ساهم في هذا النقد الذاتي للجوانب التنظيمية والمؤسسية داخل الحركات، حركات حقوق الإنسان، حركات المدافعة عن الحريات في عموم العالم العربي. هناك تحديات تنظيمية ومؤسسية حقيقية لا آن أوان التعامل معها بجدية شديدة. لو أردنا صناعة البديل، لو أردنا أن نستعيد بعض الرونق للرابطة الإيجابية بين الاقتصادي والاجتماعي وبين أجندة الحقوق والحريات، لو أردنا أن نعرض أنفسنا كبديل لهذه الترتيبات السلطوية التي تستعيد رونقها إقليمياً،
ويروج لها شعبيا بالثنائيات التي تحدثت عنها، لابد من أن نقدم للناس بديلا تنظيميا ومؤسسيا يعيش القيم التي نتحدث عنها، قضايا الشفافية، قضايا الديمقراطية الداخلية، قضايا العمل المؤسسي، قضايا المزج بين العمل المحلي وبين العمل على المستويات فوق المحلية، تجاوز النخبوية، مسألة هامة وبيرتبط بالأشكال التنظيمية والمؤسسية. يعني هذا جانب شفافية ديمقراطية داخلية العمل المؤسسي، لكن بيرتبط بهذا جانب آخر لا يقل أهمية، هو ضرورة الانفتاح على الحراك المجتمعي داخل الأقطار العربية. هناك حراك مجتمعي عمالي، هناك حراك مجتمعي نقابي، هناك حراك مجتمعي له علاقة بأجندة نقابية وعمالية، له علاقة بأجندة تقليدية بمعنى أنها أجندة يعني تم التعرف عليها منذ الثمانينيات والتسعينيات، لها علاقة بحقوق المرأة وقضاياها، لكن هناك أجندة جديدة تتبلور لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نضال عمالي ونقابي يتطور ليصبح واقع الأمر في اللحظة الراهنة الساحة الرئيسية للمقاومة في مصر، بعيداً عن السياسة التي أميتت، بعيداً عن السياسة الرسمية التي أميتت. فتنظيمياً ومؤسسياً أن يتم التعامل مع هذه التحديات وأن نعيش القيم التي نعرضها على الناس مسألة هامة. أخيراً، لأن تم تنبيهي من جانب الدكتور المدني لم يعد أمامي إلا دقيقتين، الآن دقيقة ونصف، التحدي الخامس والأخير هو التحدي المرتبط ب أنا أسميه الجزئي قبل الكلي. ومجدداً انطلاقاً من الحالة المصرية، أنا أزعم أن علينا أن نهتم بالقضايا البعيدة عن المضامين الكلية. يعني عندما نتعامل مع سيادة القانون وتداول السلطة والشفافية ومقاومة الفساد وكل هذه المضامين التي تصنع الدولة الحديثة وتمكن المجتمع من النهوض ومن التقدم، هناك بجانب هذه المضامين الكلية مضامين جزئية، قضايا جزئية شديد الأهمية أن نتعامل معها وأن نخلق لتأييدنا في هذه القضايا الجزئية، أن نخلق أو نحاول أن نخلق رأياً عاماً مساعداً. على سبيل المثال، هناك انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان والحريات تحدث في مصر من بين الأمم التي لم نهتم بها بعد بصورة علنية. أنا أعلم أن منظمات كثيرة تعمل على هذا الأمر، ظروف من هم في الاعتقال، في الحبس، في الحجز، في السجن، الظروف كيف يعاملون، الحياة اليومية. هناك تجارب مبهرة للتفكير في الجزئيات. على سبيل المثال، أمريكا اللاتينية في الثمانينات والتسعينيات شهدت محاولات مستمرة لتسجيل يوميات القمع، تسجيل يوميات القمع. لن نكسب كثيرا من الحديث العمومي، هام الحديث الكلي هام، ولكن الجزئيات الإشارة إليها هي الأقرب إلى الناس. أن نتحدث عن الظروف التي يعني نسجل يوميات القمع، يوميات الانتهاكات، اليوميات المختلفة للعلاقة مع المؤسسات النافذة، مع الدوائر النافذة، يوميات الفساد، يوميات مقاومة الفساد. هذه اليوميات شديدة الأهمية. أشكركم شكرا جزيلا. يعني كانت هذه خمس التحديات أردت عرضها عليكم، وسأكون سعيد بالحوار بشأنها بعد الجلسة. شكرا جزيلا.